الاكسيومز المسلمات او الفرضيات بتاعت البروبابيليتي. عشان نطلق على حاجه probability في كذا شرط. الاول البروبابيليتي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن رقم بنأساينه لاوتبوت اوف ان اكسبيرمنت. اوكي، بمعنى يعني لو عايزين نفكر فيها، عايزين نفكر فيها في الحقيقه، فبنعمل اكسبيرمنت زي ان احنا بنرمي كوين واحنا ما نعرفش هيطلع ايه، فالاوتبوت بتاع الاكسبيرمنت بيبقى راندوم مش ديترمينستك، مش عارفين ان ايه اللي هيحصل لما نرمي الكوين، بس ممكن يكون عارفين السبيس او غالبا عارفين السبيس بتاع الاوتبوتس. اوكي، السبيس مش بالنسبه لنا مش معروف، معروف فاحنا عارفين لما نرمي كوين هتطلع يا ملك يا كتاب. اوكي، فده السبيس بتاع الحكايه دي. وبعدين بنأساين ارقام للاوتكمز دي بحيث ان الرقم يكون اكبر من او يساوي صفر، ومجموع الايفنتس الميوتشال اكسكلوسيف اللي مش ممكن يحصلوا مع بعض، فيعني ملك وكتابه مش يحصلوا مع بعض، هو يطلع ملك يطلع كتابه، مجموعهم بواحد. اوكي، والاكسيوم الثالثه هي ان لو الملك والكتابه ميوتشال اكسكلوسيف يبقى البروبابيلتي بتاعت اليونيون يعني ان يطلع ملك او كتابه هو مجموع البروبابيلتيز، فان الرقم بتاع رميه الزهره يطلع ايفن هي المجموع البروبابيلتي بتاعه يطلع 2 او 4 او 6. فان رمي زهره وتطلع ايفن تطلع رقم زوجي هي نص. ليه؟ لانها سوتس زائد سوتس زائد سوتس. فدول الاكسيومز بتوع البروبابيلتي. فيبقى عرفنا probability space في ملك وكتابه في الـ في الـ في الـ في حاله الكوين، في 1 2 3 4 5، هي الزهره مش كده صح، بس يعني مش مهم، او 6 في حاله الـ ده السبيس بتاعنا. اوكي، وبن اساين ارقام لكل اوتكم من دول. تاني probability of any event لازم تكون اكبر من او تساوي صفر. probability of the whole space انها يطلع حاجه من السبيس ده احنا عارفين السبيس، فما probability of the whole space equal 1 مش هيطلع بره السبيس. ولو a و b mutually exclusive بمعنى انه ما ينفعش يطلع odd و even في نفس الوقت. اوكي؟ او ما ينفعش يطلع 3 و7 3 و5 في نفس الوقت، لكن ممكن يطلع اقل من 3 واكبر من 2 في نفس الوقت. لو عرفنا ان الـ A هي البروبابيلتي انها تطلع اقل من 3 وB هي البروبابيلتي انها اعلى من 2، دول مش ميوتشوال اكسكلوسيف، لان ممكن تطلع اقل من 3 واعلى من 2 في نفس الوقت. لكن لو A و B ميوتشوال اكسكلوسيف يبقى البروبابيلتي بتاع اليونيون بيساوي البروبابيلتي اوف A زائد البروبابيلتي اوف B. بالثلاث شروط دول نقدر نعرف probabilities وندرايف اي حاجه ليها علاقه بالبروبابيلتي بعد كده. ده التعريف الماثيماتيكال، ده التعريف الابستراكت، التعريف المجرد. عايزين تفكروا فيها بطريقه الاكسبيرمنت اللي بجد. يبقى بنرمي كوين وعارفين ان احتمال تطلع ملك، نص احتمال تطلع كتابه. يعني ايه؟ يعني لو رمينا عدد كبير جدا من المرات تقريبا النص هيطلع ملك وتقريبا النص هيطلع كتابه. لو رمينا انفينيتي نصهم يطلعوا ملك ونصهم يطلعوا كتابه. طبعا ده جمله مش صح قوي اللي مش حاسس انها انفينيتي، بس يعني لو عايزين نقرب. ليه؟ ده الاختيار بتاع البروبابيلتي. اخترنا ده اختيار وان هو يساوي 1 ده اختيار. اوكي؟ ماشي؟ فده اختيار، هو ده اختيار يعني عشان اي يعني دي ميجر فبتبقى اكبر من زيرو، يعني ليها اسباب رياضيه. بيساوي 1 ده اختيار، ممكن نخليه يساوي 10 مش هيحصل حاجه. ماشي؟ طيب فيبقى ده التعريف الرياضي. تاني التعريف الفريكونسي انتربريتيشن، هو انا بكرر الاكسبيرمنت كتير قوي واشوف عدد المرات اللي بيطلعها كل حاجه واقسمها على التوتال نمبر فيديني البروبابيلتي تقريبا. اوكي؟ ماشي؟ فده التعريف اللي هو اسمه فريكونسي انتربريتيشن. اكرر التجربه تاني، هي الحقيقه لما اكرر التجربه عدد يقترب من الانفينيتي الاحتمال انه يطلع او عدد المرات اللي تطلع مالك هي نص العدد ده، بيقرب من نص العدد ده، كل ما ازود الان العدد بيقرب اكتر من النص. اوكي؟ ماشي؟ فده البروبابيلتي. طيب احنا بندرس البروبابيلتي ليه تاني زي ما قلت المره اللي فاتت؟ علشان نموديل كوميونيكيشن سيستم، عشان اقدر استيميت البرفورمانس بتاعه هيشتغل ازاي؟ هيعمل ايه؟ انا مضطر اشتغل بالبروبابيلتي لان مفيش حاجه ديترمينستك. الداتا اللي ببعتها ما هياش ديترمينستك، لو هي ديترمينستك مش لازم ابعتها. هبقى وابعتها مره وخلاص لانها معروفه مش هتتكرر تاني. دي هي نفسها كل مره، بس ده مش حقيقي. الكلام اللي الواحد بيقوله ده راندوم. اوكي سوري. ف
فعشان استيميت البرفورمانس بتاع الكوميونيكيشن سيستم بتعامل مع حاجات راندوم، فالديتا اللي ببعتها راندوم، السيجنال اللي ببعتها راندوم، ما هياش ديترمينستك. فلازم نموديلد ك ستاتستيكلي، لازم اموديلد بطريقه عن طريق البروبابيلتي. النويز اللي تبقى ادد للسيجنال لما ببعتها برضو راندوم، انا ما اعرفش النويز، ولا لو اعرفها كنت هشيلها المره الناحيه الثانيه ومش محتاجين ندرس كوميونيكيشنز اصلا، كانت تبقى قصه سهله. لكن عشان النويز راندوم، الشانل راندوم، انا وانا هنا التليفون بتاعي بيبعت للبي ستيشن، الشانل بيني وبين البي ستيشن مختلفه من لو اتحركت متر او اقل من متر كمان، اوكي، لان الواي فوق السيجنال اللي طالعه من التليفون بتخبط في الحيطان وبتخبط في فيكو وفي العربيات اللي في الشارع لغايه ما توصل للبي ستيشن، والحاجات دي كلها بتتغير، اوكي. فكل حاجه راندوم، مضطر اموديلت عن طريق، مضطر موديل ستاتستيكلي، عشان موديل حاجه ستاتستيكلي احصائيا اموديلت عن طريق ايه اللي ممكن يحصل، بستخدم البروبابيلتي. فده ليه بندرس البروبابيلتي في الكوميونيكيشنز بالذات، اوكي. طيب ال طيب بعد ما اتكلمنا عن البروبابيلتي نفسها والايفنتس، بنحب نعرف راندوم فاريبل. النهارده هنتكلم عن مينلي عن الراندوم فاريبلز، هنتكلم عن 1 راندوم فاريبل وهنتكلم عن 2 راندوم فاريبلز، لان هما في علاقات ما بينهم مهمه مش بس نعرفه لوحده. ف ايه تعريف الراندوم فاريبل؟ انتوا خدتوا اتكلمتوا عن الراندوم فاريبل الترم اللي فات صح، في الرياضه. يعني ايه راندوم فاريبل؟ ايه الفرق بينه وبين اللي انا اتكلمت عنه ده؟ بالظبط. فالراندوم فاريبل هو ان انا باسوسييت بماب او باسوسييت ريل نمبر بايفنت، اوكي، باوتكم بتاع اكسبيرمنت. ليه بعمل كده؟ صح، عشان اعرف اتعامل مع عشان تبقى رقم. هنا ده يعني هنا ده واحد، ده ارقام صحيح، بس يعني في الملك والكتابه، ده ملك وكتابه، هتعامل معاه رياضيا ازاي؟ عايز اجيب الافريج، عايز اجيب الفاريانس، عايز اجيب حاجات رياضيه اقدر اتعامل بيها بعدين، فمش هعرف اتعامل من غير ما اساين تو راندوم فاريبل تو ريل نمبر. طبعا ممكن نعرف البروبابيلتي ان انا باساين الاوتكم تو ا كومبلكس نمبر، بس احنا هنتكلم هنا على ريل نمبر. فباساين، فادي الاكسبيرمنت، باساين كل اوتكم لحاجه على الريل نمبرز، ادي الريل نمبرز اللي هم الارقام العاديه بتاعتنا، يعني مش انتجرز ولا حاجه، لا كل الريل نمبرز راشنال وايرراشنال كله مع بعض، وباساين كل اوتكم لريل نمبر. فمثلا ممكن اخد الملك والكتابه هيدز وتيلز واساين ده مثلا لزيرو وده لواحد، اوكي. فكده عرفت اكس راندوم فاريبل مثلا، واقدر بقى ابتدي اعرف ديستريبيوشنز على الاكس، اعرف حاجات ليها علاقه بالارقام بقى. ملك وكتابه ما كنتش اعرف، ما فيش حاجه اسمها مثلا ايه البروبابيلتي ان الاكسبيرمنت يطلع حاجه اقل من 3، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش ارقام. لكن لما اعرفها، لما اعملها مابنج للراندوم فاريبل، هبتدي اقدر اشتغل بيها. وده مهم برده تاني في الكوميونيكيشنز، انا في الاخر محتاج احسب حاجات زي لما ابعت داتا بالطريقه الفلانيه احتمال ايه البروبابيلتي اوف ايرور. برده دي حاجه اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، ان احنا بنتكلم على ديجيتال كوميونيكيشنز مش انالوج كوميونيكيشنز زي اللي اتكلمتوا عنها قبل كده. ديجيتال كوميونيكيشنز يعني عندي ستريم اوف بيتس ببعته من الترانسميتر عند الريسيفر، والريسيفر بيستيميت الداتا دي لان مش واصله له بالظبط بطريقه ما هنتكلم عنها، بيبتدي يعمل لها استيميشن او ديتكشن هنا اكشولي، عشان هي زيرو يا واحد يعني، ماشي. فبيديتكت الداتا اللي جايه له زيرو ولا واحد. من الميجرز المهمه جدا في الكوميونيكيشنز هي البروبابيلتي اوف ايرور، لو هبعت مليون بت كام واحد منهم هيطلع ان ايرور، اوكي. وده مهم في ابلكيشنز كتير محتاجين probability of error تقترب من الزيرو، اوكي، ماشي. فمحتاجين نحسب، في ارقام يعني محتاجين نحسب ارقام، ايه probability of error لما ابعت الداتا بالطريقه الفلانيه هيطلع لي كام ايرور، اوكي. فاول حاجه بنعرفها هي random variable، بنقول ان الاكس، بنعرف اكس بتاع كل ايفنت، فالاكس ده هو راندوم فاريبل بيعتمد على الايفنت ويساوي رقم معين. فمثلا هنا هقول اكس اوف هيدز بتساوي 0، اكس اوف تيلز بتساوي 1. فعملت مابينج للاوتكم اوف ان اكسبيرمنت، اوف ا راندوم اكسبيرمنت،
لأريل نمبر 0 أو 1. أوكي؟ طيب أول حاجة نعرفها على random variable هي الـ cumulative distribution function. f of capital X of small x. capital X ده هو اسم الـ random variable و small x ده رقم. اوكي؟ ده اي رقم. ماشي؟ ده value بالظبط. ده بيساوي ايه تفتكروا؟ الايه؟ لا مش سامع. اي حاجة. لا انا عايز تعريف قبل ما نقول الماثيماتيكال اكسبريشن. probability of a يعني بلاش معلش ده probability of a. صح. فده probability ان random variable x اصغر من او يساوي ال value small x. اوكي؟ فده ده التعريف بتاعها. ماشي؟ فمثلا لو قلنا f random variable x مثلا عايز اعرف هو of عند point 3 ده probability ان random variable x اصغر من او تساوي 0.3 واصغر من او تساوي مهمه. اوكي؟ مهمه طبعا في الـ discrete. في الكونتينيوس مش مهمه قوي بس هي ده التعريف الصح يعني. اوكي؟ ماشي. فهي اصغر من او تساوي رقم معين ده تعريف ال CDF. اوكي. طيب ولو عايزين نشوف حكاية الزهرة دي ونرسم لها الـ CDF assuming ان probability بتاعت الـ events دي كلها بسوتس يعني الزهرة fair die وكلهم سوتس وهنماب لما يطلع لنا نقطة واحدة على الزهرة هنخلي الاكس بواحد لما يطلع لنا نقطتين هنخلي الاكس باتنين وهكذا. فده المابينج بتاعنا. اوكي؟ فهنا عرفنا الـ outcome عرفنا الـ experiment عرفنا المابينج بتاع الـ outcome وassign هنا probabilities بتobey الرولز وعرفنا المابينج وعايزين نحسب السي دي اف بتاعت الراندوم فاريبل كابيتال اكس. مفيش سلايدز؟ لا. في سلايدز بس في المحاضرات الاونلاين لكن المحاضرات اللي هنا مفيش سلايدز. طيب. فقلنا ماشي. طيب فعايزين نرسم الفانكشن دي دلوقتي تاني. الفانكشن دي هي probability ان الراندوم فاريبل كابيتال اكس اصغر من الرقم معين. ف الاف اوف اكس هتبقى 0 لغايه كام؟ لغايه كام؟ اللي هي كام؟ اللي هي 1 يعني صح؟ تمام. هتبقى 0 لغايه 1. عند 1 يحصل ايه؟ تنط صح؟ فاعمل كده وبعدين عند 1 تبقى سوتس. هنا انا عامل دي دايره مفرغه لان هنا في ديسكونتينيوتي يعني او يعني فهي مش بتساوي ده بتساوي ده. فانا عايز اوقف الرقم ده عند الواحد بالملي. كده الواحد. وبعدين عند الاثنين نفس الكلام هتبقى سوتسين وبعدين عند الثلاثه وبعدين عند الأربعة هنا ستسين هنا تلات سداس هنا أربعة سوري وبعدين عند الخمسة وبعدين عند الستة وبعدين فيش خمسة ستة أربعة خمسة ستة واحد. فده الكابيتال اف اكس اوف اكس بتاع تراميت الزهره لما بنعمل مابينج للرقم اللي على الزهره لنفس الرقم ان ذا ريل نمبرز عدد النقط بنمابت للرقم ده. ف عند مثلا 2.5 احتمال ان الراندوم فاريبل دي probability اوف اكس اصغر من او تساوي 2.5 واحنا عارفين ان الاكس ديسكريت وبتاخد قيم 1 2 3 4 5 6 وما ينفعش تبقى بواحد واثنين في نفس الوقت. فيبقى دي probability ان x يساوي 1 زائد probability ان x يساوي 2 اللي هي سوتس زائد سوتس اللي هي سوتسين. اوكي؟ ماشي؟ طيب
الفانكشن دي بنسميها انها كونتينيوس لما نجيلها من اليمين كده. اوكي بسبب اختيارنا ان الاف اكس هي البروبابيلتي ان الاكس اصغر من او تساوي الرقم. ماشي؟ فبتساوي الرقم زي ما تكون بعديه بحته، لكن قبليه بحته صغيره ممكن ما تبقاش هي نفس الفانكشن. عشان كده هي لازم تبقى كونتينيوس من اليمين لكن مش لازم تبقى كونتينيوس من الشمال. حاله الديسكريت راندوم فاريبل، حاله الديسكريت بحاله ان انا بماب الاوتكم بتاع الاكسبيرمنت تو ديسكريت راندوم فاريبل. عندنا ديسكريت راندوم فاريبل وكونتينيوس راندوم فاريبل، صح؟ فعندنا نتكلم عنه دلوقتي برضو ديسكريت راندوم فاريبل وعندنا كونتينيوس راندوم فاريبل. ايه الفرق ما بينهم؟ لا ده مش يعني صح، بس مش ده الفرق يعني. يعني ليه ده بيحصل اصلا؟ اوكي صح. فالديسكريت راندوم فاريبل بياخد a set of discrete values، بياخد ارقام معينه. اوكي 1 2 3 4 5 6 0.3.5 وبس. الكونتينيوس بيقع في رينجز. اوكي فلو عايز اقول مثلا انا هحسب الـ الاوقات اللي بيجي فيها الباكتس للنتورك، فعندي نتورك في باكتس بتوصل للراوتر وبحسب الوقت اللي بيوصل فيه، فالوقت ده كونتينيوس في الاخر. درجه الحراره كونتينيوس، طبعا فرقوا بين انا بقيسها ازاي وهي الحقيقه ايه. ماشي درجه الحراره كونتينيوس ان جنرال، يعني هي كده، هي كونتينيوس الحراره مش بتنط ب ب ب ب بشرطه ولا شرطتين ولا بنص درجه، الحراره كونتينيوس. بس انا ما بعرفش اقيسها كونتينيوس صحيح، عشان انا مش هعرف مش يعني. لكن اللي جبت الترمومتر بيعرف يقيس، لو يعني لو عرفت اجيب ترمومتر السنسيتيفيتي بتاعته كويسه جدا لغايه 100 درجه بعد الديسيمال بوينت هستيل هقيس. اوكي فدرجه الحراره مثلا اكونتينيوس راندوم فاريبل، درجه الحراره النهارده اكونتينيوس راندوم فاريبل. اوكي وليها ديستريبيوشن وكل حاجه، نقدر نقيس الديستريبيوشن بتاعها ممكن من ان انا اسجل الهيستوري بتاع درجه الحراره يوم النهارده كام؟ 23 صح؟ 23 24 24 3 وهكذا. اوكي فدرجه الحراره بتاخد رينجز، بتقع جوه رينج، ما بتاخدش ديسكريت فاليوز، الوقت كونتينيوس. لكن مثلا عدد لكن هيدز وتيلز ده ديسكريت، فهمابه للديسكريت راندوم فاريبل. الرقم اللي على الظاهره بمابه للديسكريت راندوم فاليو. ممكن اماب حاجه كونتينيوس لحاجه ديسكريت، هقول لما درجه الحراره تكون ما بين 34.5 و 35.5 همابت ل 35، ولما تكون من 35.5 ل 36.5 همابت ل 36. فممكن اخد حاجات كونتينيوس وامابها ليها ديسكريت راندوم فاريبل بسبب اي حاجه انا عايز اعملها، يعني بسبب ان ده ابسط او بسبب اي حاجه. اوكي فاللي يهمنا مثلا في الكوميونيكيشنز ان الداتا اللي ببعتها اصفار وحيد زي ما قلنا دول ديسكريت. في probability ان انا هبعت 0، في probability ان انا هبعت 1، دول ديسكريت. ولكن في الشانل او عند الريسيفر انبوت بتتجمع عليها continuous noise. النويز continuous، Gaussian continuous. هنتكلم اكتر يعني، بس النويز اللي بتتجمع على الداتا اللي ببعتها continuous. اوكي فاحنا محتاجين نتعامل مع continuous والديسكريت. صحيح في الريسيفر يبقى عندي A to D بيديسكريتايز النويز دي، لكن في الاخر هي continuous random. ماشي. الشانل ان جنرال فلتر. اوكي ده هنتكلم عنه قدام، بس الشانل فلتر. يعني ايه الشانل فلتر؟ يعني ببعت اكس. اوكي الشانل بتكون فولف الاتش دي، بتكون فولف الشانل اتش بتكون فولف الاكس، وبعدين جيم عليها نويز. فانا بستقبل كده ان جنرال. الاتش دي بتستورت الاكس، انا عايز اطلع الاكس. المشكله انها بتدستورت الاكس، لان الكونفولوشن ده مش بياخد الاكس اللي بعته دلوقتي بس، ده بياخد شويه اكس معاه، الاكس دلوقتي والاكس اللي قبليها والاكس اللي قبليها لغايه حسب طول الشانل. ودي الجنرال شانلز، يعني لو الشانل باندويث بتاعها كبير شويه ده اللي بيحصل. اوكي لكن الشانل فلات، بمعنى ان الاكس دي شافت رقم واحد في الفريكونسي دومين، فكانها فلات في الفريكونسي دومين، لما تحولها للتايم دومين تطلع دلتا، فيبقى بقى في كونفولف مع دلتا هي نفس الحاجه، فتطلع لي اكس بلس ان من غير كومبوش. فده قصدي بالديستورشن.
اوكي. في ديستورشنز اخرى بس احنا قصدنا هنا اللينير ديستورشن ده او الانتر سيمبل انترفيرنس اللي هتكلم عنه في 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 قرب اخر الترم ماشي، مش اخر الترم، اخر الجزء ده يعني. اوكي، فده بيدخل السيجنال على بعضها، فده المقصود بالديستورشن. لكن احنا هنهتم على الاقل في الجزء الاولاني بالنويز بس، فده هيبقى المودل بتاعه، ان اللي ببعته بيجيب عليه نويز، ده اللي ضروري. والنويز دي والنويز دي زي ما هنتكلم بتبقى اندبندنت عن الاكس، فدي راندوم فاريبل وده راندوم فاريبل اخر. عشان كده هنتكلم النهارده عن تو راندوم فاريبلز. اوكي ماشي. فانا بموديل الداتا اللي ببعتها كراندوم فاريبل ديسكريت، النويز اللي بتجمع عليها كونتينيوس راندوم فاريبل، وعايز هدف الكوميونيكيشنز في الاخر ان انا من الراندوم فاريبل اللي انا بشوفه ده، انا بشوف ده انذر راندوم فاريبل، ا ثيرد راندوم فاريبل، عباره عن مجموعه تو راندوم فاريبلز. للاسف انا ما اعرفش غير الاستاتستكس بتاع ده والاستاتستكس بتاع دي، ماشي. عايز من الاستاتستكس دول احاول اعرف، وبشوف الواي، بشوف قيمه الواي الحقيقيه، بشوفها في الريسيفر، ده اللي انا بستقبله. اوكي، فانا عايز من قيمه الواي ومعرفتي بالاستاتستكس او البروبرتي بتاعت الاكس والنويز استنتج الاكس اللي موجود، ماشي. يبقى هدف الكوميونيكيشنز الديجيتال كوميونيكيشنز، او ده في الاخر يعني اللي بنعمله، هو ان انا ببعت راندوم فاريبل اكس، ممكن يكون واخد تايم صفر او واحد، وممكن حاجات اكتر يعني، بس خلينا دلوقتي في صفر وواحد. الاكس نفسها مش لازم تبقى صفر او واحد، بس بتعبر عن صفر او واحد، وهنشوف ازاي. اوكي، فالاكس بتعبر عن صفر او واحد لكن بتجمع عليها نويز، وبستقبل انذر راندوم فاريبل واي عباره عن مجموع الاثنين، ومنهم احاول اعرف الاكس دي كانت بتعبر عن صفر ولا بتعبر عن واحد، واقلل البروبابيلتي اوف ايرور. ده هدف الكوميونيكيشنز في الاخر، ماشي. اوكي طيب، فيبقى ده، فاحنا عرفنا السي دي اف. تعالوا نشوف شويه بروبرتيز للسي دي اف. يبقى احنا عرفنا السي دي اف، دي معنى الكونتينيوستي دي بس الاول عشان تبقوا فاهمين، ان اف اكس اوف 1.9999999 لغايه الاخر كده بتساوي كام؟ ها كام؟ مش سامع بجد. سوتس، صح، بتساوي سوتس. طيب، و اف اكس اوف 2.00000 لغايه 1 بتساوي 90 بالظبط. فده معنى ان انا كونتينيوس من الرايت وديسكونتينيوس من الليفت. اوكي، لما اتحرك حته تقريبا زيرو، ماشي، بس اصغر حته صغيره جدا من الزيرو، قيمه الفانكشن هتنط من سوتس ل 90. اوكي، من اليمين مش هتنط. اوكي، لان عند 2 بالظبط برضو ب 90، لكن 2 وحته صغيره في 90 برضو، فهي كونتينيوس من الرايت ونوت كونتينيوس من اللفت. ده في حاله ان ده بيعبر عن ديسكريت راندوم فاريبل اكتش، لو هو بيعبر عن كونتينيوس راندوم فاريبل هتبقى كونتينيوس، ماشي. ولما نتكلم على البي دي اف هشرح له كل الحكايه دي اكتر، ماشي. تعالوا ناخد البروبرتيز اوف ذا سي دي اف. اول حاجه، ممكن تاخد قيم نيجاتيف ولا لا؟ لا، لانها مجموع قيم بوزيتيف، انها بروبابيلتي انها رقم اقل من حاجه معينه، فهي بروبابيلتي اكشولي. واحنا تعرفنا الاكس بتاع بروبابيلتي اصلا انها اكبر من او تساوي صفر، وهي في الاخر تجميع شويه بروبابيلتيز. لما اجمع شويه ارقام بوزيتيف على بعض لازم يطلع رقم بوزيتيف، ما ينفعش اجمع ارقام بوزيتيف على بعض ويطلع رقم نيجاتيف. فالاف اكس في اكس هتكون اكبر من او تساوي صفر. طيب، ايه تاني ممكن اقوله على الفانكشن؟ هل الفانكشن ممكن ساعات بنعرف الفانكشنز بانها بتديكريز او بتنكريز لو دايما بتعمل، فدي ايه؟ انكريزنج فانكشن؟ لا، في حاجه ادق من انكريزنج فانكشن. نعم؟ ما هي نفسها ثابته برضه، بنسميها نون ديكريزنج. اوكي، مش ممكن تقل، هي تزيد يا تثبت، فنون ديكريزنج. فاف اكس اوف اكس از نون ديكريزنج. قيمتها عند النيجاتيف ما لا نهايه بكام؟ بزيرو. وقيمتها عند ما لا نهايه واحد، لان ما دام احنا بنعرف ريل نمبرز
ما فيش ريل نمبرز اقل من ناقص انفينيتي وما فيش ريل نمبرز اعلى من انفينيتي. اوكي طيب لو عايز اعرف دي probability ان الاي رقم ريل نمبر اصغر من الاكس اصغر من او تساوي البي ده بيساوي ايه؟ بالظبط ده البروبابيلتي ان النورمال ان الراندوم فاريبل اصغر من او يساوي البي ولكن اطرح منه الاصغر من او يساوي الاي عشان كده دي اصغر من بس ودي اصغر من او يساوي لان دي فيها اصغر من او يساوي الاي ماشي اوكي فدي دي دي مهمه لانها هتساعدنا في تعريف الاذر ديفينيشن اوف ال 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 الراندوم فاريبل اللي هو الايه غير السي دي اف بنعرف ايه بعد السي دي اف يعني مش بعد مش حسب بعد او قبل حسب زي ما انتوا عايزين بس ايه تاني غير السي دي اف بيعبر عن الراندوم فاريبل ليه اف اسمه ايه اللي هي بي دي اف اللي probability density function فنعرف الاول للديسكريت راندوم فاريبل للديسكريت راندوم فاريبل بعرف probability mass function اللي هي probability of capital X يساوي small x دي بتساوي probability ان x يساوي x فمثلا في الراندوم فاريبل بتاعنا هي سوتس بتاع رمية الزهرة ده اوكي فده for a discrete random variable وعارف probability mass function احتمال ان الراندوم فاريبل ياخد ارقام معينة ياخد الرقم ده بالذات اوكي في الكونتينيوس راندوم فاريبل بقى خدوا بالكم ان الديسكريت راندوم فاريبل مش بالضرورة عددهم يكون فاينايت يعني القيم اللي بياخدها الراندوم فاريبل ممكن تكون انفينيت اصلا بس ديسكريت اوكي ماشي طيب الكونتينيوس راندوم فاريبل بقى بنعرف له probability density function اللي هي بي دي اف يوجوالي بنعبر عنها بسمول اف اوف اكس عند الفاليو سمول اكس بتعبر عن ايه بقى البي دي اف دي؟ عايز اعرفها اعرفها ماتيماتيكال او اعرفها بتعبر عن ايه؟ بتقول لي ان ايه؟ انترفل يعني ايه انترفل؟ يعني اكس اكس 2 اكس 1 وبعدين؟ واعمل تكامل ماشي طيب فالاف اوف اكس هنعرفها عن طريق انها تفاضل الكابيتال اف باي دي اكس اوكي هنعرفها كده ونشوف بتعبر عن ايه ماشي هنعرفها كده وبعدين بنشوف بتعبر عن ايه فدي بتساوي لو عايز اجيب التعريف بتاع الديفرنشيشن لو تفتكروه من 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 ثانيه ثانوي يمكن ولا معرفش خدته امتى بس هو الليمت بتاع ان الدلتا اكس تقول للزيرو بتاع كابيتال اف اوف اكس اكس بلس دلتا اكس ناقص اف اكس اوف اكس على دلتا اكس صح؟ تعريف التفاضل ان انا بطرح التو فانكشنز من بعض واقسمه على الدلتا بس اخد الليمت لما الدلتا دي تبقى صفر اوكي شوف ال دبليو الفانكشن دي بتكونفرج لايه لو هي فانكشن كونتينيوس هتكونفرج وكونتينيوس وسموث هتكونفرج اوكي فاسيومينج انها كونتينيوس وسموث هنشوف بتكونفرج لايه فده لو عملت بقى تقريب فهقول ان الدلتا اكس صغيره قوي مش لازم تكون بتساوي زيرو بالظبط او يعني تقول الزيرو اخليها صغيره وخلاص عشان افهم بس افهم الاف اوف اكس دي بتعبر عن ايه في الحقيقه فهقول ان اف اكس اوف اكس تقريبا بتساوي اف اكس اوف اكس بلس دلتا اكس ناقص اف اكس اوف اكس على دلتا اكس بس انا فاهم ان دلتا اكس صغيره جدا عشان يبقى التقريب ده منطقي يعني اوكي ماشي فيبقى بس كده ان اف اكس اوف اكس في دلتا اكس بتساوي اف اكس اوف اكس بلس دلتا اكس ناقص اف اكس اوف اكس ده بيعبر عن ايه من شويه قلناه the probability of a بالظبط the probability
ان اكس اصغر من الراندوم فاريبل اكس اصغر من او يساوي اكس بلس دلتا اكس. فدي معناها ان لما اخد البروبابيلتي دنسيتي فانكشن واضربها في دلتا اكس، ما دام دلتا اكس صغيره ده بيعبر عن احتماليه ان الراندوم فاريبل اكس يكون واقع في الحته الصغيره دي ما بين اكس كرقم والدل طبعا يعني والاكس بلس دلتا اكس. فده تعريف البروبابيلتي دنسيتي فانكشن. فما ننساش ان البروبابيلتي دنسيتي فانكشن از نوت ا بروبابيلتي، ما هياش probability. اوكي عشان كده ممكن تكون اكبر من واحد. اوكي ما هياش probability. احنا ممكن نستنتج ان اي probability لازم تكون اقل من واحد. ليه؟ لان كلهم ارقام بوستيف ومجموعهم كلهم بواحد، فمجموعة ارقام بوستيف على بعض يطلعوا بواحد، مش ممكن واحد فيهم يكون اكتر من واحد. لكن دي fx of x لوحدها ما هياش probability، لما اضربها في دلتا x تحول الى probability. اوكي والدلتا اكس رقم بوزيتيف، يبقى لازم دي كمان تبقى رقم بوزيتيف عشان بوزيتيف في حاجه تطلع بوزيتيف لان البروبابيلتي بوزيتيف، فلازم اف اكس اوف اكس هي كمان بوزيتيف، لكن مش لازم تكون اصغر، مش لازم تكون مش لازم تكون اصغر من الواحد. فالاف اكس اوف اكس از نوت ا بروبابيلتي، البي دي اف از ا بروبابيلتي دنسيتي. ماشي تكاملها او نضربها في دلتا اكس يحولها الى بروبابيلتي. طبعا لما اضربها في دلتا اكس وبعدين كامل بقى هضربها في دلتا اكس وكامل من A ل B. ماشي فانا عمال اجمع البروبابيلتيز في الحته دي بين الحته دي بين الحته دي بين الحته دي كلهم ويتشر اكسكلوسيف، فيديني مجموع البروبابيلتيز كلهم اللي هو يديني البروبابيلتي ان اكس ان A اصغر من اكس اصغر من او يساوي B. ماشي فالانتجريشن بتاع البروبابيلتي دنسيتي فانكشن اوفر ا ريجن يديني البروبابيلتي ان الراندوم فاريبل اكس واقع في الريجن. وده يهمنا جدا في النويز، لان انا هنلاقي ان البروبابيلتي اوف ايرور بتعتمد على النويز قيمتها من كام لكام. فالنويز لو كانت قيمتها من كذا لكذا هيحصل ايرور، والنويز كانت لو قيمتها من كذا لكذا مش هيحصل ايرور، فاقدر احسب احتماليه الايرور. ماشي اوكي هنشوف دلوقتي ده بنعمله ازاي حالا. اوكي فده البروبابيلتي دنسيتي فانكشن. Two properties in the probability density function. هنقولهم. قلنا ان الاف اكس اوف اكس لازم تكون اكبر من او تساوي الزيرو، لاني لما اضربها في دلتا اكس بتعبر عن probability، ودلتا اكس positive number يبقى لازم هي كمان تبقى positive number لان probability has to be a positive number من الاكسيومز بتوع probability. تاني حاجه تكامل اف اكس اوف اكس ناقص من هنا بكام؟ بواحد، لان ده بيعبر عن probability ان الاكس اكبر من ناقص infinity واصغر من infinity، وده probability of the whole space لان ده كل real numbers يبقى لازم يطلع بواحد. كل حاجه نقدر نستنتجها من الاكسيومز بتوع probability. بالظبط مثلا بالظبط صح صح ماشي. طيب تعالوا ناخد شويه اكزامبلز من راندوم فاريبلز. احنا لغايه دلوقتي اللي قلناه يا جماعه دي كل ده لسه مازال بنراجع على الحاجات اللي انتوا المفروض خدتوها قبل كده بشويه، بس يعني انا ما اعرفش انتوا خدتوها بالاكسيوماتيك ديفينيشن ولا لا، بس تاني البروبابيلتي نقدر نفكر فيها بطريقتين، بطريقه اكسبيرمنت بنعملها بجد ونشوف الاوتكم ونقدر نحسب اللي هيطلع. فمثلا لو عايز اعرف احتماليه ان انا اخترت واحد مثلا من 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 المصريين ات راندوم، وعايز اعرف احتماليه ان عينيه خضراء، فعندي احتماليه ان عينيه خضراء او عندي احتماليه ان عينيه زرقاء، فدي ايفنت او قصدي راندوم اكسبيرمنت وفي اوتكمز بتوعها وباساين بروبابيلتيز. او ممكن افكر فيها ابستراكتلي، افكر فيها مجردا، انا ما يهمنيش الاكسبيرمنت عامله ازاي بالظبط، انا في الاخر يهمني شويه ارقام ان في اوتكمز اسمهم W1 W2 W3 W4 W5 او كونتينيوس حتى في رينجز اوف W's يعني، وباساين بروبابيلتيز لكل رينج في الكونتينيوس او لكل رقم
في الديسكريت واستنتج الحاجات. فممكن تفكروا فيها بالطريقتين. طبعا طريقه الفريكوانسي اسهل وكيف التفكير يعني، لكن الطريقه الابستراكت برضو بتفيد في حاجات في في في, في ان انا افهم اعمق يعني. فاحنا زمان خدنا البروبابيلتي غالبا ان انا عندي ثبت في كور وبشد كوره صح بالوان مختلفه واشوف البروبابيلتي تطلع حمراء او زرقاء او صفراء، ولان الحاجات كلها يونيفورم فهتبقى يعني كل كوره صفراء بيونيفورم، هجمع عدد الكور الصفراء واقسمها على التوتال نمبر اوف كور اطلع البروبابيلتي. فدي دي فريكوانسي انتربريتيشن ماشي، ان لو كررت الاكسبيرمنت كتير ايه اللي يحصل ماشي اوكي. فدول الطريقتين اللي بفكر فيهم في البروبابيلتي. عرفنا كونتينيو، عرفنا سي دي اف هي احتماليه ان الراندم فاريبل اصغر من او يساوي رقم معين، وعرفنا بي دي اف للكونتينيوس راندم فاريبل هي ان الراندم فاريبل لما اكمله اسف لما كامل البي دي اف على ريجن معينه يطلع لي البروبابيلتي ان الراندم فاريبل في الريجن ده. في الديسكريت راندم فاريبلز بعرف probability mass function هي probability ان الرنة variable يساوي رقم معين عشان ممكن يساوي ال continue. طب لو عندي continuous random variable زي الاكس ده، فcontinuous وادي ال pdf بتاعته اهي مثلا جاوسين اهي تخرجين جاوسين، عايز اشوف ال probability ان الرنة variable x ده بيساوي 0.3 دي بكام؟ بزيرو بالظبط، بزيرو ماشي. فال probability ان random variable يساوي رقم معين بزيرو، برغم انه لما نعمل الاكسبيرمنت ممكن يطلع يساوي الرقم ده اوكي. بس المشكله ايه؟ ان الاحتمالات بنسميها نون كاونتبل انفينيت، مش بس كاونتبل، لو كاونتبل انفينيت ممكن نعبر عنها يعني، يعني هي لا نهايه ولا كانت تتعد. دي الكونتينيوس ما يتعدش اصلا اوكي. فعشان ما يتعدش لو اي حاجه منهم طلعت مش زيرو هيطلع التوتال بروبابيلتي بانفينيتي، واحنا عارفين التوتال بروبابيلتي تطلع بواحد مش انفينيتي، فما لهاش حل ماثيماتيكلي غير ان ده يطلع بزيرو اوكي. مش هي حاجه تلخبط شويه انتويتيفلي تلخبط، لان انا هعمل اكسبيرمنت وبيطلع الرقم ده، بس لان عدد الاحتمالات كبير جدا وانا مش هعرف اعمل احتمالات انفينيتي، انا مش هكرر الاكسبيرمنت انفينيت من المرات لان ما عنديش وقت ان انا اكررها انفينيت من المرات ماشي. فهي لكن فالرياضه بتقول لنا ان البروبابيلتي تكون ان بتساوي رقم معين بتساوي زيرو، تكون من 0.3 ل 0.3 وبعدين ما الاقي وراه ملايين الصفار وحايد دي هقرا رقم، ده مش زيرو ساعتها اوكي، ده رقم اوكي ماشي. طيب تعال ناخد اكزامبلز شويه راندوم فاريبلز، الاول ديسكريت وبعدين كونتينوس. فاول حاجه ابسط راندوم فاريبل اللي هو بياخد قيمتين بس هو البرنولي راندوم فاريبل. فاكرين البرنولي راندوم فاريبل ايه هو؟ بالظبط. ففي probability ان الاكس تساوي 0 دي بنسميها بي، وprobability ان الاكس تساوي 1 بتساوي 1 ناقص بي عشان مجموعهم بيبقى 1. ده باينري راندوم فاليوز بياخد قيمتين وبياخد قيمه يا 0 يا 1، سواء بقى عايزين نعرف ان الصفر هو البي والتاني 1 ناقص بي، او الصفر هو ال1 ناقص بي وال1 هو البي، يعني ممكن نختلف في الديفينيشن ده، المهم نبقى فاهمين قصدنا ايه. وده بنسميه اكس برنولي of p. الاكس متوزعه بالديستريبيوشن اللي اسمه برنولي بالبارامتر اللي اسمه p ماشي. يبقى تاني الراندوم فاريبل اكس متوزع بالديستريبيوشن اللي اسمه برنولي بالبارامتر p. ليه؟ اول دي فوق برنولي اوكي. probability x equal 1 equal 1 ناقص p. examples of random variables برنولي random variables. examples of random variables ماشي. فالاكس متوزعه برنولي ببارامتر بي اوكي. لو عايزين نرسم السي دي اف بتاع ده هتبقى بزيرو لغايه صفر، عند الصفر تنط لبي وبعدين تفضل لغايه واحد، وعند الواحد تنط لواحد لغايه انفينيتي. فده الاف اكس اوف اكس او اف اكس لما تكون الاكس برنولي. ده مهم ليه؟ لان في الكوميونيكيشنز الداتا اللي بنبعتها في الاخر البيتس اللي بنبعتها بتبقى راندوم فاريبل يا صفر يا واحد، والبي تو اب نص. فالبيتس اللي بنبعتها يوجوالي يعني البروبابيلتي ان انا ابعت زيرو بتبقى هي نفسها البروبابيلتي ان انا ابعت واحد اوكي ماشي. فالداتا اللي ببعتها في الكوميونيكيشنز بتبقى برنولي وبروبابيلتي.
ماشي، ده اللي ببعته في الكوميونيكيشنز. اوكي، دي الداتا اللي ببعتها في الكوميونيكيشنز، يا صفر يا واحد. ماشي، في الديجيتال، في الديجيتال كوميونيكيشنز طبعا. طيب بنعرف بعد كده كمان another random variable اللي اسمه binomial random variable ability. ديسكريت، ما زال ديسكريت راندوم فاريبل. بنعرف البروبابيلتي ان الاكس بتساوي الكي، رقم كي، الكي ده من 0 لغايه ان، 0 او 1 او 2 او 3 لغايه ان، بيبقى ان تشوز كي، ان دي معناها ان تشوز كي. اوكي، اللي هي ان فاكتوريال على كي فاكتوريال، ان ماينس كي فاكتوريال. اوكي، بنقول ان الاكس ده لو الديستريبيوشن بتاع الاكس بالطريقه دي، بنقول ان الاكس باينوميال of n و k. سوري، of n و p، اسف، of n و p. ماشي، ده binomial random variable. بيطلع امتى؟ ممكن نجنريت binomial random variable زي نعمل عليه experiment، هيطلع الاوتكم بتاعها binomial random variable. ماشي، وبعدين؟ ماشي كويس. فلو كررت، لو رميت كوين، او ان رميت الكوين، لو عملت مابينج للهيدز بي للهيدز بواحد والتيلز بصفر، ده بيطلع بنولي راندوم فاريبل. ولو كررت الاكسبيرمنت دي ان من المرات، 10 مرات مثلا، وقلت عدد الهيدز، اوكي، هيطلع كام مره كتابه؟ ده بيطلع باينوميال. لو فكرتوا فيها هتلاقوا ليه بيطلع باينوميال ده، لان انا عندي لو كررت 10 مرات، فانا عندي يا اما هتكلم بوحيد وصفار وخلاص، فعندي واحد الاول كل اول زيروز لصفر صفر 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 واحد، لصفر صفر 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 واحد صفر لغاية all ones. دول كل الاحتمالات بتوع الاكسبيرمنت. لو انا برمي كوين 10 مرات وبما في الهيد لصفر والتيلز لواحد. اوكي، طيب احتمالية انه يطلع بالبروبيلتي بي، هنعتبر ان الهيدز دي هي البروبيلتي بي، بيطلع هيدز بي وتيلز واحد ناقص بي. فهلاقي انه لو عايز اطلع كي هيدز، يعني كي مره يطلع ملك، ولا هيدز يعني ملك. ماشي، كي مره يطلع هيدز، فهشوف كل السيكونسز دي اللي فيها كي وحايد، اللي فيها مثلا اقول اخلي كي بثلاثه، فهشوف كل السيكونس فيها ثلاث وحايد. اوكي، فعشان يطلع ثلاث وحايد لازم يطلع، لان كل رميه كوين اندبندنت عن اللي فاتت، مش مره طلعت ملك يبقى المره الجايه يطلع ملك برضه، مالهاش دعوه خالص، دول اندبندنت. فيبقى بي تو ذا كي، واحتمالية التيلز واحد ناقص بي تو ذا ان ماينس كي. وبعدين اخد كل التباديل والتوفيق، لان انا ما قلتش عايزها ثلاثة في المرة السابعة والثامنة والتاسعة، انا عايزها ثلاث مرات في أي أماكن، فلازم اخد كل التباديل والتوفيق بتوع يطلع ثلاث وحايد في 10 رميات، فهي عشان كده بتطلع باينوميال. اوكي؟ فده الباينوميال راندوم، ده بيطلع عدد السكسسز. ممكن تسموه، ممكن نقول ان انا هقول ان التيلز هو السكسسز، فاحسب. عايز اعرف مثلا لو اخترت 10 منكم ات راندوم وكان احتمال النجاح في الكوميونيكيشنز 60%، فكام واحد احتماليه ان من ال 10 دول 6 يكونوا ناجحين؟ فيبقى البي ب 60% والسته هي الكي والان هي ال 10، واشوف ايه اللي يحصل. اوكي، ماشي، مثلا يعني. اوكي، طبعا يعني المشكله هنا ان نسبه نجاح كل واحد فيكم ما هياش 60%، فما هياش يونيفورم يعني، بس يعني اسيومنج يعني. ماشي، طيب
continuous random variables. اوكي examples على continuous random variables. فاول واحد هنعرفه هو uniform random variable. اليونيفورم random variable بيبقى البي دي اف بتاعته عامله كده, ادي A وادي B, بتبقى عامله ودي واحد على A B. ده البي دي اف بتاعه, ده اليونيفورم, ده احتماليه وقوعه في اي ريجن قد الثانيه بتبقى بنفس البروبابيلتي, او ان البي دي اف بتاعته ثابته على رقم معين. اوكي فده يونيفورم راندوم, ده تعريف اليونيفورم راندوم. ساعتها بنقول ان الاكس يونيفورم من A لغايه B. ممكن عشان نبقى يعني صح جدا, المفروض واحده فيه مقفوله والثانيه مش مقفوله, بس هي كونتينيوس مش فارقه يعني. ماشي. السي دي اف بتاعته عامل ازاي؟ لو عايز ارسم السي دي اف. هتبقى 0 لغاية A, وبعدين عند A تزيد لغاية ال B, وبعدين تبقى 1. ليه؟ لأن تكامل a constant is a linear line, صح؟ احنا بنكامل, احنا عايزين نحسب f x و x عند الرقم ده, هنكامل من ايه للرقم ده؟ من هكامل من ايه للرقم ده؟ من هكامل من ايه للرقم ده؟ فيعني لو عايز احسبها ماتيماتيكلي اهي. اف اكس اوف اكس بتساوي تكامل من ناقص انفينيتي لغايه الاكس, اف اكس اوف اكس دي اكس, صح؟ فده يساوي تكامل من, مش مهم, من ناقص انفينيتي من a لغايه اكس, اف اكس واحد على b ماينس a دي اكس, اللي هو يطلع واحد على b ماينس a x ماينس a, صح كده؟ ماشي. فيطلع سلوب يعني الايكويشن بتاعت الرقم, طبعا دي جيفن ان x اكبر من a ولغايه b, لان بعد كده الايكويشن هتتغير يعني, او مش الايكويشن يعني, يعني الاف اكس هتتغير, فالحته دي بس من a ل b. ماشي. فده لو عايز احسب ال p دي ال c دي اف بتاعت uniform random variables. طيب من الراندم فاريبلز المهمه جدا برضو اللي هي الجاوسيان راندم فاريبل. لو البي دي اف بتاعت الاكس بتساوي واحد على جذر 2 باي سيجما سكويرد اي تو ذا ماينس اكس ماينس ام سكويرد على 2 سيجما سكويرد, بقول ان الراندم فاريبل اكس نورمال او جاوسيان, بسميه كده, ان اوف ام وسيجما سكويرد. دول البارامترز بتوع الجاوسيان راندم فاريبل. ولو عملت الايكويشنز لما نعرف المين والفاريز, او انتوا عارفينهم طبعا, الام دي هي المين والسيجما سكويرد هي الفاريز, لسه ما عرفناهمش يعني, لكن دول بارامترز دلوقتي ممكن نعتبرهم بارامترز اوف ا جاوسيان راندوم فاريبل. اوكي فدول ده جاوسيان راندوم فاريبل. ده مهم ليه؟ لان تاني لما ببعت اكس واستقبل هسمي ده زد, زد دي النويز دي بتبقى جاوسيان بمين زيرو وسيرتن فاريانس. فلما ابعت سيجنال النويز جمع عليها بتبقى بنسميها A W G N noise additive, انها بتتجمع فهي additive. white لانها الباور بتاعه النويز هي نفسها عند اي فريكونسي, مش لما بعد عند فريكونسي معينه بتبقى الباور بتاعه النويز احسن من الثانيه, لا هي constant, فهي white across الفريكونسيز, وهنعرفها اكتر الحكايه دي يعني ماتيماتيكلي, صح؟ جاوسيان لان الديستريبيوشن بتاعها جاوسيان او نورمال, ونويز فده اسمه A W G N noise, او الشانل دي اسمها AWGN channel اللي بتتجمع فيها السيجنال على AWGN noise. اوكي فده الادفويد جاوسيان نويز. ليه بنسميه نورمال كمان؟ لان لو خدت عدد كبير جدا من الناس, مثلا افرض انا خدت عدد كبير جدا من الناس في الكليه وحبيت احسب مستوى ذكائهم مثلا, هلاقي ان الديستريبيوشن بتاع الرقم ده بيطلع جاوسيان. اوكي المين بقى ممكن يختلف, يعني لو خدت ناس في كليه الهندسه ممكن يختلف عن لو خدت ناس في كليه في كليه ثانيه, ممكن يختلف
والفارينس ممكن يختلف، مثلا انتوا كلكم جايبين مجموع قريب من بعض في الثانويه العامه، فممكن الفارينس يبقى قليل، الناس كلها قريبين من بعض وهكذا. لكن في الاخر المفروض لما اخد عدد كبير جدا من الناس واحسب اي حاجه هيطلع قوسين. ليه؟ اكشولي ليه ماثيماتيكلي يعني ده بيحصل، بس ليه ماثيماتيكلي كمان؟ ان لو خدت اي راندوم فاريبل باي ديستريبيوشن وخدت كتير جدا منه وجمعتهم على بعض، البروبابيلتي اقدر اثبت ماثيماتيكلي ان البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بتاعت مجموع اندبندنت راندوم فاريبلز باي ديستريبيوشن بيطلع قوسي. اوكي، فكل واحد فينا مثلا يعني ذكائه جاي من عوامل كتير، كلهم دول اندبندنت يعني سواء اندبندنت او ديبندنت، المهم ان هو في عوامل كتيره فمتجمعوا على بعض يطلعوا قوسي. نفس الكلام في النويز بتاعت الكوميونيكيشنز. النويز بتيجي منين؟ النويز بتيجي من حركه الالكترونز في الريسيفر. كل الكترون بيتحرك في اتجاه معين، فمجموع حركه الالكترونز دي كلها على بعضها بتعمل لي الجاوسيان نويز. الشانل نفس الكلام، الريز اللي طالعه من التليفون ورايحه على البلاي ستيشن بتخبط في حاجات كتيره جدا في السكه. مجموع خبطان الحاجات دي في بعض بسبب ان الحاجات دي كلها راندوم بيطلع لي برضه لها ريز كتيره قوي، لان الري بتخبط في الحيطه والحته اللي جنبها والحته اللي جنبها، بس كل حاجه من الحيطه ممكن تكون مختلفه عن الحته اللي جنبها، حاجه صغيره جدا. ماشي؟ فتطلع في الاخر جاوسي. فالشانل بتطلع كل ري من الشانل بيطلع جاوسي. اوكي؟ فالجاوسيان ده بنلاقيه في حتت كتيره جدا. طيب، فلو عايزين نحسب التكامل بتاع الجاوسيان دلوقتي بالظبط في تيبل هنعرف احنا الكيو فانكشن اللي هو نجيبه من التيبل او من ماتلاب. ماشي؟ موجود في فبنعرفه ازاي؟ ليه ده مهم؟ لان احنا بعد كده هنكتشف ان لو ادي النويز مثلا، ماشي، دي النويز اهي، النويز بتبقى مين زيرو زي ما قلت وفاريانس سيجما سكويرد. هنلاقي ان احنا بنعمل ايرور لما النويز تكون اكبر من قيمه معينه. اوكي، هنلاقي يعني هندرايف الكلام ده يمكن المحاضره الجايه ولا بعديها، ان بنعمل ايرور في الكوميونيكيشنز لما النويز تكون اعلى من قيمه معينه، او اكشلي اصغر منها بالنيجاتيف كمان، بس يعني خلينا نقول دلوقتي انها اعلى من قيمه معينه بنعمل ايرور، النويز تكون كبيره واعلى من قيمه معينه. فانا عايز احسب البروبابيلتي ان النويز ده زد ده اكبر من الفاليو ايه ده. ماشي؟ فده عشان اعمل جداول ليه او استخدم ماتلاب عشان اعمله، لان النويز دي ممكن الفارينس ده هيتغير، فانا عايز الاقي جدول ما بيعتمدش على الفارينس. فهلاقي ان انا بعرف الكيو فانكشن كيو اوف تي، الكيو فانكشن كيو اوف تي دي بتساوي تكامل بتساوي 1 على جذر 2 باي من تي لانفينيتي اي تو ذا ماينس مثلا واي سكويرد على 2 سيجما سكويرد سوري على 2 اي تو ذا ماينس واي سكويرد على 2 دي واي. فده احتماليه ان راندوم فاريبل بمين زيرو، ان جاوسيان راندوم فاريبل بمين زيرو وفاريانس واحد يكون اكبر من او يساوي تي. طب لو انا عندي فاريانس تاني اعمل ايه؟ فافرض ان انا عندي اكس لو او زد، خلينا زد راندوم فاريبل بمين زيرو وفاريانس سيجما سكويرد، وعايز احسب البروبابيلتي ان الزد دي اكبر من الرقم ايه؟ اكبر من او يساوي، مش فارق عشان كونتينيوس. اوكي، عايز احسب البروبابيلتي ان الزد اكبر من او تساوي الايه. فتعالوا نكتب الايكويشن الاول. جيفن ان ده فارينس بمين زيرو فارينس سيجما سكويرد، نكتب الايكويشن. صح؟ البروبابيلتي ان الراندوم فاريبل زد اكبر من او يساوي الاي جيفن ان زد ده جاوسيان بمين زيرو فاريانس سيجما سكوير، هكامل البي دي اف بتاعته من اي لانفينيتي، لان انا عايزه اكبر من اي واكبر من انفينيتي، اكبر من اي معناها من اي لانفينيتي. تمام؟ واعمل ايه؟ واحد ناقص كمان في الجدول. واحد لا انا معرف لا انا معرف كيو من تي لانفينيتي مش واحد ناقص. دي كيو فانكشن مش ارفك. مش ارف قصدي. مش فاكر مين الارف ومين الارفك. ماشي. كويس، فانا عشان احولها للصوره دي اللي هي موجوده في الجداول او موجوده في ماتلاب كيو فانك في ماتلاب،
فلازم احول التكامل ده للصوره دي عشان اعرف اجيبها من الجدول بدل ما اقعد انتجريت نيوميريكلي. ده مش عارف انتجريتد كلوزد فورم، مفيش انتجريشن كلوزد فورم، فلازم انتجريت نيوميريكلي. فبدل ما كل مره انتجريت نيوميريكلي احاول احولها لحاجه موجوده في الجدول او ماتلاب عارف قيمتها. فاعمل تشينج اوف فاريبلز زي ما بتعمله دايما يعني. اعرف لا جوه الروت، لو بره الروت واسجن بس. فعايز اعرف اعمل ايه؟ اعمل change of variables. فهقول هعرف ان الواي بيساوي زد على سجن. اوكي ماشي. يبقى دي واي بيساوي دي زد على سجما. اوكي. ويبقى لما الواي ايكوال اي الزد تساوي كام؟ سوري لما الزد تساوي اي، اسف، لما الزد تساوي اي يبقى الواي بتساوي اي على سجما. اوكي. يبقى التكامل ده هيكون probability ان زد اكبر من او تساوي الاي هو تكامل من اي على سيجما لانفينيتي واحد على جذر 2 باي بس، لان سيجما سكوير طارت مع دي زد على سيجما سكوير او راحت معاها يعني عشان نخليها دي واي. ويبقى اي تو ذا ماينس واي سكوير على 2 دي واي اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ كيو اوف كام؟ كيو اوف ايه؟ بصوا على الكيو، بصوا على تعريف الكيو. يبقى دي كيو بايه؟ بالظبط. يبقى دي كيو اوف اي. اخد قيمه الاي وقيمه السيجما واقدر احسب احطها في الجدول او في ماتلاب واقدر احسب البروبابيلتي. اوكي. زي ما قلت لكم قبل كده بعد كده هنلاقي ان البروبابيلتي دي بتعبر عن البروبابيلتي اوف ايرور. ماشي؟ ف واكشولي السيجما دي بتعبر عن الباور بتاع النويز والاي دي بتعبر عن الباور بتاع السيجنال تقريبا يعني او الامبليتيود يعني. بس يعني اي سكويرد هي الباور وسيجما سكويرد هي الباور بتاع النويز. فهي كيو اوف حاجه ليها علاقه بالسيجنال تو نويز ريشيو بتاع الباور او الانرجي بتاعت السيجنالز. ده هنشوفه يعني بعدين لما ندرايف البروبابيلتي اوف ايرور بتاعت الكوميونيكيشنز. فده محتاجينه، محتاجين نحسبه. طيب. عايزين نبتدي نعرف يعني البي دي اف بتعرفنا تماما الراندوم فاريبل، بتعبر عن كل المعلومات اللي عايزين نعرفها من الراندوم فاريبل نقدر نعرفها من البي دي اف او سي دي اف، واحده فيهم، لان واحده فيهم نقدر ندرايف من الثانيه، نكامل دي نجيب دي او نفاضل دي نجيب دي. اوكي. فالبي دي اف لوحدها او السي دي اف بتعرف تماما الراندوم فاريبل. ساعات بنحب نعرف حاجات عن الراندوم فاريبل باستنتاج من البي دي اف او نعرفها بس يمكن ما نعرفش البي دي اف. ممكن يكون معرفه البي دي اف صعبه. لكن في حاجات اسهل نعرفها عليها، فلو عارفين البي دي اف نعرف نعرفها، لكن العكس مش صحيح. فمثلا الاكسبكتيشن او المين اوف راندوم فاريبل. فور ا ديسكريت راندوم فاريبل الاكسبكتد فاليو اكس بتاع بيساوي اكس هي ايه؟ اسف اكسبكتد فاليو اوف اكس انا اقول ده اكسبكتد فاليو اوف راندوم فاريبل اكس بيساوي ايه؟ ديسكريت الاول سميشن بتاع كل القيم اللي ممكن تاخدها اكس لما اضربها في البروبابيلتي ان الاكس تاخد القيم دي. دي ايه؟ الاف ديسكريت. ماشي. طيب للكونتينيوس اكسبكتد فاليو اوف اكس بيساوي ايه؟ تكامل من ناقص انفينيتي لانفينيتي اكس في اف اكس اوف اكس دلتا اكس. فانا بضرب الاكس في البروبابيلتي بتاعتها برضو. اوكي تقريبا يعني. ماشي. عشان اجيب الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس كونتينيوس. فلو عملنا الكلام ده على الجاوسين هيطلع لي ان الـ ان ان الـ ان الاكسبكتد فاليو اوف جاوسين انا فاليو يساوي الام واللي هنعرف بعد كده هو الفاريانس. أوه.
قبل ما اقول الفاريانس المين ده الاكسبكتد فاليو ده كمان ساعات بنسميه المين. ليه المين؟ لان لو كررت الاكسبيرمنت كتير قوي وجمعت الاوتكم وقسمته على عدد بنقرب جدا من الاكسبكتد فاليو. فلو خدت لو كررت الاكسبيرمنت فطلع لي اكس 1 وبعدين اكس 2 وبعدين اكس 3 وهكذا وهكذا لغايه اكس كابيتال ان، عدد تقول ان دي رقم كبير جدا. اوكي سميشن of xi من i equal 1 لكابيتال n على كابيتال n ده تقريبا بيساوي الـ expected value of x. فده الـ average او المين. اوكي ده نقدر نثبتها ماثيماتيكلي، نقدر نثبت الكلام ده ماثيماتيكلي، ده بيحصل فعلا لما الـ n تكبر. اكشلي يعني هي الليمت الصح، يعني الايكويشن الصح ليمت لما n goes to infinity. اوكي دي الايكويشن الصح، الليمت بتاع الكلام ده لما n goes to infinity بيساوي expected value of x، من converge ل expected value of x. الـ error بيقل بيننا وبين الـ expected value of x as we increase capital. نقدر نثبت الكلام ده، ده اسمه الـ law of large numbers. اوكي ده اسمه الـ law of large numbers، ان الـ ان الـ ان الـ 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 بنسميه الـ sample mean. لو كررت الـ experiment كتير وخدت ده عملته sample، الـ sample mean بيساوي الـ statistical mean اللي محسوب من الـ probabilities، بيطلع بيساوي لمعمود الاكسبيرمنت. اوكي مش في السامبل مين بيكونفرج للستاتستيكال مين اللو اوف لارج نمبرز. طيب الفاريانس اوف راندوم فاريبل بيساوي ايه؟ ماشي الاول نعرفه كده، هو الاكس لما اخد منها المين وبعدين اخد الاكسبكتد فاليو بتاع الكلام ده سكويرد. اوكي لو فكينا الكلام ده هنلاقيه اكسبكتد فاليو اوف اكس سكويرد ناقص اكسبكتد فاليو اوف اكس سكويرد. ماشي اوكي طيب الاكسبكتد فاليو اوف اكس سكويرد نعرفها ازاي؟ هو في الكونتينيوس بقى على طول، يعني هي expected value of x squared هي بتساوي ناقص infinity لانفينيتي x squared نضربها في probability وبعدين نكمل. اوكي actually the expected value بتاع اي function of x بيساوي ايه؟ ناخد ال function of x دي واضربها في ال PDF واضربها في delta x وكمل. ده الـ expected value بتاع أي function of x. x squared, x cubed, square root of x, واحد على x, sin x, cosine x, أي حاجة، أي function. ماشي؟ فالـ expected value بتاع أي function of x هو تكامل الـ function دي مضروب في الـ PDF، مضروب في dx، وكامل من ناقص infinity لـ infinity. ماشي؟ اي اسئله على السنجل راندوم فاريبل قبل ما نتكلم عن التو راندوم فاريبلز او اكتر؟ يعني نتكلم عن تو بس لكن كلامي يبقى جنرالايز لاكتر. يعني اي اسئله على السنجل راندوم فاريبل؟ احنا لغايه دلوقتي غطينا ايه؟ الاول عرفنا البروبابيلتي انها راندوم اكسبيرمنت بنأساين لكل اوتكم رقم بوزيتيف. عايزين نفكر فيه فيزيكالي، ده بيعبر عن احتماليه حدوث الاوتكم ده. يعني ايه احتماليه حدوثه؟ يعني لو كررت الاكسبيرمنت دي كتير قوي وقسمت العدد مرات اللي بيطلع فيها الاوتكم ده على التوتال نمبر اللي انا عملت فيه الاكسبيرمنت هيبقى تقريبا البروبابيلتي. اوكي تقريبا البروبابيلتي. ماشي ده من اللو اوف لارج نمبرز بيطلع يعني. اوكي فده تعريف البروبابيلتي الاول. من البروبابيلتي عرفنا رقم بنسميه راندوم فاريبل اللي احنا بنassign كل اوتكم لاريل نمبر. اوكي بنassign كل اوتكم لاريل نمبر، عرفنا راندوم فاريبل عشان نعرف نتعامل معاه ماثيماتيكلي. اوكي فعشان نعرف نتعامل معاه عرفنا له حاجتين عشان ما نقعدش بقى نعرف الاكسبيرمنت وبعدين المابنج ازاي ونقعد ندرايف الحاجات دي. خلاص عملنا الاكسبيرمنت وعملنا المابنج وطلعنا راندوم فاريبل نتعامل معاه بقى.
اوكي. لكن هو نقدر دايما نجيبه من اكسبيرمنت، لكن هو نتعامل معاه ازاي؟ عن طريق تعريف يا اما سي دي اف اللي هو احتماليه ان الراندوم فاريبل اصغر من رقم معين، ونعرفه طبعا عند كل الارقام الناقص انفينيتي للانفينيتي، او البي دي اف اللي هي التفاضل بتاعه السي دي اف. ممكن نعرفه بالعكس على فكره، نعرف له بي دي اف ونعرف السي دي اف هو التكامل بتاعها. بس احنا عرفناه النهارده سي دي اف ومعين التفاضل بتاعها هو البي دي اف، بس التعريف ممكن يمشي في ناحيتين مفيش مشكله يعني. اوكي، فيبقى عرفنا البي دي اف والسي دي اف. البي دي اف بتعبر عن probability density وليست probability. اوكي، بمعنى ان انا لما اضربها في دلتا اكس واكملها يطلع لي probability، اكملها او ما كملهاش يعني، انا بكملها دي تجميع. اوكي، وبعدين من البي دي اف اقدر او سي دي اف يعني اقدر استنتج شويه حاجات زي المين والفاريانس والاكسبكتد فاليو بتاع اي فانكشن. ساعات كل اللي يهمني المين والفاريانس، ما يهمنيش البي دي اف بتاعت الراندوم فاريبل. فالراندوم فاريبل في الحقيقه مش عارف اعرفه البي دي اف بتاعته، ما في حاجات انا ما اعرفش البي دي اف بتاعتها يعني، في حاجات كتيره يعني. اوكي، انا اكشلي الحاجات اللي اعرف لها البي دي اف حاجات قليله يعني، وغالبا البي دي اف تقريب مش 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 اكيد صح يعني. حتى النويز اللي في الريسيفر دي احنا بنعتبرها بتروح من ناقص انفينيتي لانفينيتي، وما فيش حاجه اسمها فيزيكالي مش اسمها انفينيتي. اوكي، لكن هو ده الموديل اللي اقرب موديل اللي بنقدر نعمله يعني. اوكي، فلو انا مش عارف اعرف خالص الديستريبيوشن بتاع الراندوم فاريبل، ساعات حاجات كتيره بتنفع بان انا بس اعرف المين والفاريانس واقدر استنتج حاجات كتيره من الراندوم فاريبل ده نقدر نعرف منها يعني. مثلا انا ما يهمنيش غالبا ما يهمنيش بالظبط شكل الديستريبيوشن بتاع الـ 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 الناس اللي عندهم كورونا دلوقتي، لكن اللي يهمني هو المين يعني. لو خدت 1000 واحد في احتماليه في الافريج بتاع الكورونا وخلاص ماشي، ده اللي يهمني، لكن ما يهمنيش بالظبط الديستريبيوشن عامل ازاي غالبا يعني، على الاقل عشان اعرف رقم اولي ماشي. فده المين والفاريانس. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى عايزين نتكلم عنها، هنتكلم عنها شويه صغيرين النهارده ونكمل. انا الحد هتبقى اونلاين محاضره برضه، وبعدين الاسبوع اللي بعديها هيبقى سكشن عشان يبقى خدت كميه حاجات تكفي ان كنت تشتغلوا في السكشن يعني. فالحد والاربع جايين محاضرات يعني، وبعدين الحد اللي بعديها سكشن. اوكي، الحد محاضره اونلاين والاربع محاضره هنا ماشي، واضح؟ طيب اول حاجه بعرفها، طبعا تو راندوم فاريبلز ممكن يكون ليهم كل واحد منهم، او مش ممكن، هو فعلا كل واحد فيهم ليه ديستريبيوشن بتاعه، كل واحد فيهم ليه سي دي اف بتاعه. فانا عندي اكس الديستريبيوشن بتاعها هنا هقول السي دي اف يعني الاول، والواي السي دي اف بتاعها كابيتال واي. بس انا ده مش كافي ليه؟ لان ساعات في علاقات بين الراندوم فاريبلز. لو مثلا بتفكروا وتقولوا افرض الواحد نايم وصحي، قعد نام كتير قوي وصحي ما يعرفش احنا في شهر ايه، فبالنسبه له الشهر بقى راندوم فاريبل. اوكي، يعني لو هو نام كتير قوي فممكن يطلع في اي شهر من الاشهر تقريبا بيونيفورم ديستريبيوشن، مش بالظبط عشان فبراير شهر قصير ومارس شهر اطول، بس تقريبا يونيفورم ديستريبيوشن. لو هو عايز يعرف الحراره مثلا، اوكي، فلو هو صاحي وما يعرفش التاريخ، في ديستريبيوشن معين للحراره. مصر الحراره فيها بتتغير من مثلا نقول 7 درجات لغايه 45 درجه، لكن لو عرف الشهر الديستريبيوشن يختلف. لو احنا في شهر اغسطس يبقى عارف ان الحراره غالبا من 25 ل 45 مش 5، فالديستريبيوشن بيختلف حسب الشهر. فدي العلاقه بين التو راندوم فاريبلز. اوكي، ففي علاقات بين الراندوم فاريبلز تدينا معلومات عند اذر راندوم فاريبل. اكشولي في الكوميونيكيشنز لولا العلاقه دي بين الراندوم فاريبل اللي بستقبله والراندوم فاريبل اللي ببعته، ما كانش ممكن اعرف الراندوم فاريبل اللي ببعته. لكن لان في علاقه بين التو راندوم فاريبلز دول زي ما هنشوف، بقدر استنتج الراندوم فاريبل اللي ببعته. اوكي، فبنعرف بقى حاجه اسمها الجوينت سي دي اف. اف اكس وواي عند قيمه اكس وعند قيمه واي، لانها هتبقى دي تو دايمنشنال فانكشن، لانها بتعتمد على تو راندوم فاريبلز.
وده بنقول عليه هو البروبابيليتي او بنعرفه يعني هو البروبابيليتي ان الاكس اصغر من او تساوي سمول اكس وفي نفس الوقت الواي اصغر من او تساوي سمول واي. بمعنى لو انا عندي ادي الاكس وادي الواي وبوقع الاكس والواي بتوعي على 2 دايمنشنال بلين ده لو خدت ادي قيمه الاكس وادي قيمه الواي ده بيعبر عن ان انا اوقع نقطتين الاقيهم في الريجن هنا ما تتحسبش في البروبابيليتي هنا ما تحسبش في البروبابيليتي هنا ما تحسبش في البروبابيليتي لازم الاكس تكون اصغر من اكس وفي نفس الوقت الواي اصغر من واي فلو الاكس والواي وقعوا في الريجن دي ده يتجمع في البروبابيليتي اوكي فده تعريف السي دي اف ده الجوينت سي دي اف عشان نعرف بعد شويه الكونديشنال بي دي اف او سي دي اف يعني اوكي طيب نعرف الجوينت بي دي اف زي ما عرفنا جوينت سي دي اف نعرف الجوينت بي دي اف يساوي ايه لا لا عايز اعرفه من السي دي اف صح ده انت كده مش هتعرف السي دي اف الاول ها تفاضل مرتين بقى تفاضل مرتين فضلها مره الاكس ومره افاضلها الواي فعلشان كده بيطلع ان الـ ان الـ ان الـ ان البروبابيليتي ان مثلا الاي اصغر من او تساوي الاكس اصغر او ماشي اصغر من او تساوي البي والسي اصغر من الواي اصغر من او تساوي الدي دي بتطلع من احنا نضرب ده في بعض والانتجريت اوكي بنفس الطريقه اللي عملناها يعني قبل كده يطلع لنا تكامل من اي لبي تكامل من سي لدي اف اكس وواي اكس وواي دي واي دي اكس فده هو البروبابيليتي ده بيعبر عن البروبابيليتي ان الاكس والواي في الريكتانجل ده اوكي ماشي ده بيعبر عن الاكس والواي في الريكتانجل ده والحقيقه ده بيشتغل وذر ده ريكتانجل ولا اي شيب فلو عايز اكامل لو عايز اعرف ايه البروبابيليتي ان الاكس والواي في الحته دي اعمل ايه اكامل على الريجن دي بالظبط هكامل 2 دايمنشنال انتجريشن على الريجن دي سواء مش مشكله بقى ان التكامل صعب يعني من ده مش دي قصه يعني لكن المهم ان انا اتكامل على الريجن دي عشان اعرف احتماليه ان الاكس والواي في الريجن ده بكامل الجوينت بي دي اف اوكي مش بكامل دي لوحدها ودي لوحدها لا بكامل الجوينت فانكشن ليه؟ لان ممكن يكون الجوينت فانكشن مختلفه عن ان انا كامل كل حاجه فيهم لوحدها لما نعرف ال كونديشنال راندوم فاريبل كونديشنال ديستريبيوشن هنتكلم عن الاندبندنس ونعرف امتى نقدر نكامل كل واحده فيهم لوحدها وامتى نكامل لازم نكامل الجوينتس اوكي طيب الديسكريت بس نعرف الديسكريت علشان دي مهمه وبعدين نكتفي بقى على القدر لو دي الجوينت لو دي الجوينت بي دي اف لو دي الجوينت سوري جوينت سوري دي الجوينت بروبابيليتي ماس فانكشن فدي معناها ان البروبابيليتي بتاعت الاكس والواي ان الاكس تساوي 1 والواي تساوي 1 بكام؟ 0.3 بروبابيليتي اكس وواي
ان الاكس تساوي 3 والواي تساوي 2 بكام؟ حلو جدا. طب هل اقدر استنتج من هنا البروبابيلتي ان الاكس تساوي 1؟ اقدر اجيب اللي بنسميه المارجنال بروبابيلتي بتاع كل واحد فيهم اسمها مارجنال بروبابيلتي. الجوينت دي اسمها جوينت وهنعرف الكونديشن المره الجايه. اجمع الواي بالظبط. فدي ليه؟ امتى الاكس ممكن تساوي الواحد؟ في حاجتين ممكن يحصلوا عشان الاكس تساوي الواحد، يا اما الاكس تساوي الواحد والواي تساوي واحد برضو، يا اما الاكس تساوي واحد والواي تساوي اتنين. مفيش اي طريقه ثالثه، هما دول الطريقتين الوحيدين اللي ممكن الاكس تكون بتساوي الواحد فيهم. فبالتوتال بروبابيلتي ثيرم اللي عملناها في المحاضره اللي فاتت او بتجميع الايفنتس يعني، هما دول الاحتمالات ودول ميوتشولي اكسكلوسيف، مش ممكن الواي تساوي واحد وفي نفس الوقت تساوي الاثنين، ماشي؟ فدول ميوتشولي اكسكلوسيف ايفنتس. فاقدر اجمع البروبابيلتيز بتاعتهم تطلع 0.3 زائد 0.1 ايكوال 0.4. هو ده البروبابيلتي، دي المارجنال بروبابيلتي بتاعه الاكس. فانا من الجوينت اقدر احسب المارجنز بتاعه الاكس وبتاعه الواي. اوكي ماشي. مرة جاية او في يوم الحد بقى نتكلم عن الجوينت بتاع الكونتينيوس والكونديشنال ديستريبيوشن كمان بتاعت الاكس والواي. انا ليه يهمنا الكونتينيوس والديسكريت تاني ليه؟ لان الداتا لو بعتها ديسكريت ولكن الراندوم فاريبل بستقبله بسبب النويز بيبقى كونتينيوس، فانا يهمني الديسكريت والكونتينيوس الاثنين في الكوميونيكيشنز. ماشي، شكرا.